السابق كان كله نفس العملية. أنا كنت يعني أحس إنه في لود على اللاعبين نفسي يصير. فقلت لا، نبيهم يتمرنون بروحهم بينهم بين ربعهم والجهاز الإداري والفني، ما يصير عليهم لود. باكر أي أنا أكلم فهد بروحه وأكلم كذا إلا بالاتفاق. وفعلا في يعني يمكن في لاعبين اثنين أو ثلاثة كلمتهم بروحهم بالاتفاق مع الجهاز الإداري والفني، ناديته مثلا عبد العزيز مشعان ناديته بروحه، وليد علي ناديته بروحه، لأنه قلت حق وليد علي ترى قلت له هذه أفضل دورة شفتها لديك، أفضل دورة، مع العلم أن المدرب المباراة اللي وراها شاله ما لعب ضد العراق، لكن قلت هذه أفضل دورة لك يا وليد علي شفتها، لعبت بمستوى واحد لياقتك ما قعد تعطيك، يبي لك تقدر عشان تلعب 90 دقيقة. ورد علي، رد علي رد يعني أفهمني، لعب 120 دقيقة النهائي. فما شاء الله لا تبارك الرحمن. فأنا تعاملت مع يمكن الآن نقول نص المنتخب، لأن كانوا كلهم 13 سنة رئيس نادي القادسية، فأعرفهم وأنهم صغار. والمجموعة الثانية تعاملت معاهم من بعيد لبعيد، لكن لازم يكون في جانب نفسي وجانب يعني فني، كل واحد له دور. احنا دورنا يبقى بالأخير، يعني مباراة العراق قلنا لهم ما تنزلون، مباراة العراق اللي قلنا يتمرحنا ما لي شغل باللي يعني مدرب ايش قال. الشيخ أحمد يعني الله يطول عمره إن شاء الله، ويعني مع احترامي لقيتهم حطيت كرسي وقعدت وياهم. هاي بين الشوطين شيخ، بين الشوطين قعدت وياهم، قلت ما راح ننزل مباراه وانا اتحمل النتيجه، ما راح تنزلوا لما تهدون. انا شفتهم في اول ربع ساعه خمس دقائق لعبوا، وبعدين ست او سبع باصات غلط ترجع علينا، الباصات داخل ملعبنا نقلت كره غلط، فعرفت ان العمليه عمليه اعصاب، ولأن أول مرة قبل النهائي ويبون قارب عيونهم يبون النهائي، العيال يبون النهائي، فقارب بس مو قادرين يترجمونها على ريولهم لأن الأعصاب شادة على المخ وشادة، فمو قادرين. فقعدنا نسولف وقلت لهم ما راح ننزل. سويتها مرة مع القادسية، قفلت الباب حطيت الكرسي قلت ما طلع من الغرفة، وهم سويناها صح صح. فالحمد لله يعني عندنا سباع وبالملعب ورجال، وعسى الله ان شاء الله يسهل دربهم. بدر مشعل ذكر نقطه يعني هذه لازم نعرف شنو السر فيها، يعني مشعل اول مره شوف بدر يدافع ينزل سلايد، اول مره اقول له لعب زين، اول مره لعب زين، شنو السر؟ والله ماكو السر، الشباب صراحه يعني يمكن 26 لاعب صدقني، يمكن هذه اول مره نمر بهالمرحله، ان يعني 16 لاعب كل واحد احسن من الثاني، يعني والله يعني حتى اذا بدر ما لعب يمكن اللي داخل الملعب واللي برا يمكن احسن من بدر، فضروري انك انت يعني حرام انك انت ماخذ مكان واحد يمكن هو يكون افضل منك وقاعد برا، حرام ما تأدي داخل الملعب. فبالعكس هذا حمل علينا، يعني داخل الملعب يمكن ال11 اللي يلعبون يفكرون ربعهم اللي بالاحتياط واللي بالمدرج، فيعطي يمكن مو 100% 200% داخل الملعب، بس عشان يعني اللي برا يرتاح انه هو قاعد برا وفي واحد داخل مثلا جاي يؤدي دوره ويؤدي. زين شو يعني شعورك لما ما لعبت مباراه السعوديه؟ والله كنت انا كنت قاعد بالمدرج، بس يعني اكيد كان ودي اني العب، بس كنت واصل قبلها باربع ساعات، فمو من يعني مصلحه الفريق انه بدر يلعب، وفي ناس يمكن اجهز من بدر وافضل من بدر حق هالمباراه وما قصروا بهالمباراه، يعني لعبوا من احسن ما يكون. اتخذت مش كنت مع اتخاذ هالقرار بصراحه؟ اي الذهابه إيه انه إيه لما يرجع ما يلعب. اي يعني كان انت ذكرت في تصريح انه انت ضد ايضا مشاركه بدر. كنت يعني انا بلغت المدرب ان بدر يبي يسافر وكلمت بدر، كنا على اتصال دائم، يوصل قطر ويوصل ماليزيا وقبل لا يسافر كنا على اتصال دائم، واساله ريحت نمت ولا لا، يعني انا بس حرام ان نظلم يعني او انه ما ياخذ فرصته. وإيماني بالله قوي وثقتي بالأبطال يعني 25 لاعب اللي بقوا كبيرة ولله الحمد، إن كل واحد يقدر يقوم بالدور اللي مطلوب منه. عندنا 25 ريال مو 11، بدر سافر خلي يروح ياخذ فرصته يشوفه، ويعني بقول قلت له ترى فرصتك ضعيفة حسب، لأن هي إحصائية هي نقاط بس، ما تبي تروح الله يسهل درب، واللي سألك قول أنا عدل قلت له قول مو مشعل، وافق لي وخلاص. مع العلم يعني كثير من الشخصيات قالوا لي لا يروح، قلت لهم لا يروح.
كان قراري حق مع المدرب لما اجتمعنا، فسألته شلون على بدر؟ قال بدر ما يلعب السعودية. قلت له بس؟ قال لي لا. قلت أنا لو القرار عندي ما يلعب السعودية واليمن مبارتين، لما يكون جاهز يريح وينام صح ويقعد صح ونشوفه ونتابعه لو القرار عندي، لكن هذا قرارك وانت مسؤوليتك. أنا بس عندي مداخلة بسيطة. أبو مشعل، أنت تكلمت على التعامل النفسي وتكلمت فيها في ملعب الوطن لبن الشوطين، قعدت اللاعبين وصح كان في ملاحظ في عصبية من جال اللاعبين، عدم التركيز ذهنيا نفس ما قلت إنه بيوصلنا هاي شلون، مو عن طريق ريولهم، لا قاعد يفكرونها في مخهم فمشتتين تفكير. أنا بسألك بشكل أوضح، المباراة النهائية تدري إحنا عشناها، خليجي 14 عشناها، إن ضغط الجماهيري مطلب جماهيري، انت كشخص رئيس الاتحاد شيخ طلال شلون هيئت لاعبينك؟ طبعا مع لانسى دور اسامه حسين ويا علي محمود، شلون هيئت لاعبينك؟ اجتمعت وياهم ولا خليتهم على سجيتهم على طبيعتهم؟ لا 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 ما غيرنا، كان اجتماعي بس اشوفهم بين الشوطين، حتى قبل المباراه كان ابو فهد قبل المباراه صح ايهم قبل ساعتين اول ما يدشون كان دور ابو فهد صح، بين الشوطين كان يجي ابو فهد برضه يقول كلمة الكلام اللي عنده، وبعدين أختم أنا وهو نقعد ونسولف مع اللاعبين قبل أنا قبلها بليلة لا ينزلون الملعب ليلة. ولا ما تغير شيء، ما غير شيء. ليش هو لا مو دائما، لكن أنا عارف إنه يعني الـ 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 الوضع الآن اختلف، الخليج يختلف وضعه، كنا على آسيا يختلف لما يعني لازم نشوف هم شلون عايشين، فكانت الامور جيده ما تحتاج ان نعطيهم المزيد من الضغوطات النفسيه، فخلينا مشيناها بالطريقه هذه والحمد لله الله سبحانه وتعالى سخر الامور وتوفقوا الاولاد بالملعب وجابوك اهو ما شاء الله الزينه. ومش عارف على الجمهور هناك باليمن شلون، يعني كل مباراه لله الحمد نشوف جمهور شيء غريب، شيء غريب الجمهور اليمني حضور المباراه. انا اقول هذا طبعا اكيد انها رقم واحد في الحضور الجماهيري، يعني ماكو مباراة يعني إذا ما بالغ أقول يمكن 25-30 ألف، كل مباريات الدورة فيها 25-30 ألف، مو طبيعي يعني الجمهور، يعني متوسط الحضور هالعدد. يعني يا جماعة أنت تتكلمون عن 12-14-15 مباراة، لو نقول المتوسط 30 ألف تتكلم عن كم يعني 400 وشيء 400 قاعد انطر واحد يجاوب من هذيله اوكي نايمين بدر نايم 400 وشيء صح، يعني جمهور. بعدين طبعا في الشارع تعاملهم، امس مسيرات في اليمن، مسيرات يعني حقيقه عبر الوطن انا اشكرهم واقول لهم يعطيكم العافيه، طبعا من سياده الرئيس اللي سمى البطوله رسميا في كلمه الافتتاح باسم الشهيد، كابناء الشهيد احنا نشكره، وكذلك الاستضافه والضيافه والكرم اللي شفناه في هذا شيء امر مو طبيعي يعني ما شاء الله. فاشكرهم والدعم اللي لقيناه والجمهور، يمكن اللاعبين سمعوه في المباراه امس لما صاحوا الكويت، الكويت الجمهور كله صاح الكويت، فيعني يعني شيء يعني فوق الخيال. وعلامه كويتيه منين طلعت؟ الحمد لله احنا يعني قاعد نشوف هم حقيقه كويتية. هم كان لهم يعني كميات كبيره نزلوها، وحقيقه هني الاخوان كانوا يبعثون مع الشيخ احمد بوزاره الاعلام، اشكرهم حقيقه كانوا يبعثون لنا بعض الكراتين اللي فيها صور صاحب السمو سمو ولي العهد والاعلام الصغيره. نعم بدر، خلينا نصحيكم شويه عشان تصحصحون مع ابو مشعل. اصعب مباراه من وجهه نظرك، يعني عشتوا على اعصابكم، البعض يقول مباراه الافتتاح تكون هي الاصعب من مباراه النهائي، البعض يشوف العكس. والله شوف، يمكن اصعب مباراه واجهناها في البطوله قبل النهائي، انا اشوف النهائي اسهل من قبل النهائي، قبل النهائي لان هي الخطوه اللي توصلك للنهائي، يعني اذا خسرت هالمباراه ما في مجال انك تعوض. يمكن في ناس يقولون ان المباراه الافتتاحيه، مباراه افتتاحيه ان عندك مجال، عندك الثانيه والثالثه ممكن يعني، بس قبل النهائي هي لعبه واحده، يعني انك تتاهل النهائي او ان كل اللي بنيته بالثلاث مباريات اللي طافوا يعني كذك ما سويت شيء راح تطلع، فكنا حرصانين إن قبل النهائي إن أهم شيء إن نوصل النهائي وبعدها بالنهائي نحلها إن شاء الله. فهد، في عتب عليك إن الشوط الثاني ما تبين. بأي لعبة؟ كل اللعبات. ما حتى كان يكلمني المدرب أحط اللي عندي الشوط الأول، الشوط الثاني يعني آخر ربع ساعة بس الكون راق علي تعب. مع الوقت اخذ على الوضع شوي وزع مجهود بين الشوطين. وزع مجهود ان شاء الله. انا من دفع كله من دفع لاعب قوه
النهائي ما بينت بالصوره اللي كنا متاملين. كنت استلم كره شفت انت ما شفت ثلاثه دشناي واثنين كان بدا يزفني اخر شيء دشناي ثلاثه يقول عبي باص خلنا نضرب دفاع فما كنت اسوي شيء مو مستوعب الوضع لان شفت كنت انطق اول دقيقه انطقيت لين طلعت بالعكس يعني فهد هذه اول بطوله له يعني ان شاء الله له قدام راح يكتسب خبره اكثر يمكن خاصه مباراه نهائيه بالعكس يمكن ادى دور كبير خاصه في الدور الدفاعي يمكن مباراه نهائيه ما يبي لها شو ولا الهجوم شفنا احنا كنا منضبطين يعني وعلى يعني نظام عالي يعني خاصه في التسكير ونص الملعب وشفت يمكن المنتخب السعودي ما حصل له هجمتين اول ربع ساعه اللي نواف الخالدي طلعها نص الجول والفاول اللي مال شلهوب احنا كنا اخطر يمكن في الشوط الاول الشوط الثاني يمكن التعب اللي واجهنا شويه نزلنا في المستوى لكن عدنا في الوقت الاضافي و كنا افضل بعد عزيز مباراتهم العباره قبل النهائي مع العراق 120 دقيقه اعتقد ان هاي اللي اثرت عليهم على مستواهم فهد ليش قلبت الفنيله رقم 10 بطوله العاشره الكويت قلت النواف شو اسمه الخالد خلف ابي تيشيرتك عشان اقلب البسه عكس الكافيه مش بس دقيقه ترى عيالك وابنائك لاعب نادي القادسيه تحت 13 يسلمون عليك وهالين عليك وبرجولك الله يسلمهم مشكورين يعطيكم العافيه تهاني قاعد تتواصل بصراحه سفيرنا في مدريد ايضا يسلم عليك ابو مشعل ويهنيك ايضا بدر وفهد ونريح بغنيه وبعدين راح ناخذ اتصالات الاخوه المشاهدين مع ضيوفنا